أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في الطريق إلى الله، أهلا بكم ونتعرض لأحكام وأحوال المحبين. ومن هذه الحال نقف الآن على التمكن باعتباره من منازل السائرين في الطريق إلى الله. واسمحوا لي أن أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. فضيلة مولانا أهلا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ حسن. يعني أهل الشعر وأهل الحب يقولون صادف هذا الهوى ذاك القلب فتمكنا. يعني من هنا يبدو السؤال، ما هو التمكن هنا؟ يعني من سياق هذا المعنى، من سياق هذه الجملة والتعبير. صادف الحب، بسم الله أولا وصلاة وسلام على المصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهى، وبعد، صادف الحب هذا القلب، هذا القلب فتمكن، هذا القلب فتمكن، استقر، تمكن منه، استولى عليه واستقر فيه. فالتمكن فوق الطمأنينة، وهو إشارة إلى غاية الاستقرار. ليه فوق الطمأنينة؟ لأن الطمأنينة معها نوع منازعة، معها نوع منازعة، لأن القلب إذا ما اطمأن إلى ما سكن فيه فقد يتمكن ما سكن فيه وقد لا يتمكن منه. يعني إذا اطمأن القلب بالإيمان فقد يتمكن الإيمان وقد لا يتمكن. يعني معنى يعني أعلى بالطمأنينة، ربما يزيد وينقص هذا الإيمان. نعم، فيه نوع منازعة، يتمكن ويستقر وقد لا يتمكن، يظل في مرحلة الطمأنينة. فالتمكين أو التمكن أعلى، قد يطمئن القلب بالصدق أو بالإخلاص، وقد يتمكن الإخلاص أو الصدق من القلب وقد لا يتمكن. فإذا ما تمكن استقر، فكان هذا هو إيه؟ التمكن. فبالتالي قالوا التمكن هو فوق الطمأنينة، وهو غاية الاستقرار. وأكثر ما يطلق التمكن في اصطلاح القوم، يعني في اصطلاح الصوفية، على من انتقل من الفناء إلى البقاء. ما بنتكلم نقول يصل السالك في طريقه ومجاهداته إلى مرحلة الفناء، يعني يفنى عن نفسه بربه. أثناء الفناء بيكون فاني عن نفسه، لكن لابد أن يعود إلى البقاء وإلى الأسباب، هنا يكتمل سلوكه. لأن الفناء لوحده فقط مش كمال، الفناء أو الفاني لا يقتدى به، ما ينفعش أقتدي به، لسه ما رجعش، قد سلك الطريق ثم عاد، ما ينفعش، ما يرجعش تاني للأسباب. زي ما طلع فوق السلالم دي كلها، لازم ينزل تاني ويعرف إزاي عشان يعرف يطلعني. هو حصل كده عشان يرجع لنا تاني، يرجع لنا ويدينا تاني التجربة. عشان يطلعني لازم يكون مر بالأحوال اللي أنا ممكن أمر بها بعد كده، لازم يكون مر بالشهوات وقاومها وانتصر عليها، لازم يكون مر بحظوظ النفس ويكون انتصر عليها ومر بيها ويرجع تاني، لازم يكون مر بالغضب، لازم يكون مر بأحوال من الكبر، من العجب، من الكراهية، من عيوب النفس، وانتصر عليها وتمكن ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد، عشان ياخد بإيدي بعد كده ويعلمني. فإذا يقولون أن التمكن يكون إشارة إلى مقام البقاء بعد الفناء، قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. لأن لو فضل هناك فوق هيفضل مجذوب، ما عقلش، ما نزلش للأسباب تاني. يا سلام. يعني نعم. ده من عجائب الطريق. نعم. ما ينفعش يعني أنه يروح ويستقر وما يجيش وما يرجعش ما تاني، ما ينفعش. ولذلك يعني في المشايخ يقولون أن في تصنيف الناس في السلوك، أن فيه سالك
منقطع ومجذوب لم يعد، فلا ده يلزمني ولا ده يلزمني. سالك منقطع يعني واحد بدأ الطريق وكسل وممشيش ما كملش، ده ما فيهوش خلاص ولا حاجة. واحد ايه انجذب خطفه شيء فانجذب بهذه الأموار وفضل مجذوب، ما ينفعش. اللي يهمني اللي بينهم، سالك مترق أو مجذوب متدلن. أيوة، يعني سالك مترق بيطلع أو مجذوب راجع. أيوة اللي اتخطف ده وانجذب بالأنوار لازم يرجع ينزل تاني للأسباب. أو دعوة الشيخ برضه متحقق مع أنه موجود في الأنوار فوق، يبدأ ينزله تاتا تاتا من فوق بالتدلي لحد ما وصله للحاجات دي تحت، عشان يعرف بعد كده يعني ايه التوبة. وإلا لو ما كانش يعرف التوبة وإزاي التوبة وإيه الأحوال اللي إيه والمعوقات اللي ممكن تحدنا التوبة الصادقة وإيه المنافذ اللي ممكن يسدها على النفس، ما كانش يعرفها مش هيعرف إيه ياخد بإيدي، مش هيعرف يعلمني. من سمع ليس كمن رأى، بالضبط كده. فهي دي الإيه، فهو يطلق في اصطلاح القوم التمكن على من انتقل من مقام الفناء إلى مقام البقاء، وهو بيسموه ده الوصول بقى عند القوم، ده الواصل يعني، إن خلاص يعني الواصل. وحقيقته ظفر العبد بنفسه، يعني معنى الكلام ده إيه اللي هو الواصل أو اللي هو المتمكن، إن الإنسان ظفر بنفسه يعني إيه كسب نفسه. ها؟ خلاص كسب نفسه يعني إيه؟ أي عرفها حق معرفتها. ولذلك قول من عرف نفسه عرف الله.